ثقافة صحة الأقدام من المواضيع المهملة، ولكن في الآونة الأخيرة أجد اهتمام بالغ في اختيار نوع الحذاء المريح وسلامة القدم والعمود الفقري. نعم، يمكن لأن حتى أضرارها بدأت تبين الحين أكثر على الأشخاص اللي قد كانوا يهملونها قبل. نعم. فإذا تكلمنا عن سلامة الأقدام ونتكلم عن هني نتكلم عن الأحذية، كيف أن احنا نشتري أحذية تكون مناسبة حقنا وما تسبب لنا هذه الأضرار اللي بنتكلم عنها وياك دكتورة. نعم. إذا تكلمنا عن أهم الأضرار أو الأمراض اللي تصيب القدم جراء الإهمال بنقول. نعم، هناك الكثير من المشكلات الصحية، ممكن أذكر أبرزها بالإضافة إلى استخدام حذاء غير مناسب. جفاف بشرة القدم يؤدي إلى ظهور التشققات، وتكون التشققات شديدة ومؤلمة. كيفية علاجها؟ غسل الرجلين بماء دافئ، ويفضل أن يكون المدة لا تتجاوز 8 دقائق، عدم استخدام ماء حار، فكلما زادت درجة حرارة المياه زادت جفاف المنطقة. نعم.